اليمين، كيف نحفظ اليمين؟ الله سبحانه وتعالى بان برا يجل تحير إساء كالصمد. نحفظ اليمين بألا نحلف، يعني ابتداء لا تكثر من الحلف أبدا، يعني الحلف يكون قليل عندك لا يكون كثير. الله برا يجل صمد بكتك بمخط قم آي من كالصمد شران هذا دال دال. شوف وإذا حلفت هاي نبين نادان نصمد كفي، تلتزم بهذا الذي حلفت. جن ترو تاير سان وكاسم بطيرنا. وإن لم تفي بهذا اليمين تخرج كفارة اليمين. بسن جن من رأسا نو أوي دا نأبا سمواتي ترو تاير حابيني تام أوي دا جن من بان رأسا كاسم بطيرنا. إذن الحلف، نحفظ الحلف بالله بأربع درجات. أولا بأن لا نحلف إلا عند الضرورة أو الحاجة. بتنه كادا رسا سمبات لو كي مين 4 4 جان تي 1 كي جين سمبات كي ترو رسا سمبات نا الله. نعم. الثاني اذا حلفنا نفي ننفذ هذا الحلف. تي 2 مثلا جي جين بان سمبات جين ترو تا رسا كا سمبات با جين. ان لم ننفذ هذا نخرج كفارة اليمين. مثلا جي جين ابان رسا بي سمبات با جين تي جين نو ترو فا بي ني. وكذلك نحفظ اليمين بألا نحلف إلا بالله. شنو دا كاسمبطو تو رسا دكات ترو تا رسا جل الله. لا نحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم، لا نحلف بياسين، لا نحلف بالحياة. يوم من آي سمبط جمو نن ياسين جيبو سمبط دا بيت هياس آ ياسين ريكو سمبط جمو نن نبي محمد بالله.